كنان. كنان ايه محمد؟ اسمها كنان محمد ساكوجي شيمورا. ساكوجي شيمورا. ايوه. انت بتعملي ايه هنا؟ والله بقالك قد ايه هنا وباباك ايه حكايته؟ عندنا قصه جميله جدا لفتاه يابانيه عايشه هي وباباها كان عايش في مصر وهي عايشه معانا هنا وبتشتغل في المراكب دي. صح؟ صح. ايه الحكايه بقى؟ حكايه حدوته لذيذه قوي. والدي لما كان عنده 10 سنين. ايه رايك لو قلعتي النضاره دي؟ حاضر يا فندم. شوف عينيك. والدي ياباني 100% ساكنين في طوكيو. وهو عنده هو اتولد 1949. 49. كان عنده 10 سنين. ونزل الكتاب بتاع كارتر. كارتر ده المكتشف مهم جدا. ايوه الانجليزي. اكتشف حاجات مهمه جدا جدا منها توت عنخ امون. ايوه. فده كارتر ده حد لازم تقرا عنه يعني مكتشف مهم. فقرا الكتاب وعجبه قوي. وراح قال لبابا ومامته انا عايز ابقى اثري في علم المصريات زي كارتر. كان عنده كم سنه بقى؟ كان عنده 10 سنين. 10 سنين؟ ايوه. وقرا كتاب كارتر؟ ده انتوا جبارين. يابانيين جبارين. يا خبر ابيض. عنده 10 سنين قرا كتاب اثري من واحد تقيل انجليزي كارتر ده. ايوه. كويس. بابا ومامته قالوا له طيب خلص المدرسه. وخد خش الجامعه وهنبقى نشوف الحكايه دي. تمام. خلص المدرسة وسنة 1964. ده كان عنده 15 سنة. لا انت قلتي مولي 49. 49. يبقى عنده 15 سنة بجد؟ 64 يبقى عنده 15 سنة. طيب اوكي. ونص؟ ما قلتيش في نص خالص. نص سنة اي حاجة خالص انما بتمشي بالياباني. خلاص ممكن يبقى نص بالياباني. كويس. دخل جامعة اسمها واسيدا. وهم قاعدين كده مع بعض هو وزمايله عمالين يسألوا البعض انت ايه حلمك انت ايه حلمك. فكلهم حلمهم بسيط انا عايز اشتغل مهندس انا عايز اشتغل دكتور. فجوم عند بابايا سألوه طب وانت يا ساكوجي عايز تبقى ايه؟ محمد ساكوجي. محمد ساكوجي. في الأقصر على فكرة بيقولوا له يا حاج محمد. حاج محمد. تمام. معروف بقى. لأنه هو حج مرة وعمل عمرة أربع مرات. تمام تمام. فقالوا له وأنت يا ساكوجي عايز تبقى إيه حلمك؟ قال لهم أنا حلمي إن أنا أبقى باحث آثار مصرية وأكتشف آثار زي كارتر. كويس. فطبعا في ناس طبعا قالوا له مش مستحيل مصر بعيدة قوي إيه اللي أنت بتقوله؟ لكن في أربعة من زملاته شجعوا قالوا له إحنا كمان هنيجي معاك. أربعة؟ أربعة هيجوا معاك؟ قالوا له إحنا كمان عايزين نشجع حلمك. ونشجعك وهنبقى معاك. اليابان دي بعيدة قوي بعيدة قوي. إحنا في أفريقيا هو فوق معدي آسيا كلها مخلصها ونزل في المحيط يعني. كويس. جه محمد. جه محمد مع زمايله. مع زمايله يدرسوا. يدرسوا على حساب مين بقى؟ مع حضرتك بقى ايه الحدوته ازاي. هم كانوا بعد الحرب طبعا الايكونومي قلت. هي بتتكلم عن الحرب العالميه الثانيه. اللي هي كانت يعني تعرضت ليها اليابان لقنبلتين حاجه شيء يعني كان جبار. ايوه بصراحه كان فظيع. احكي لكم في اخر اللقاء انا شفت فيلم عامل ازاي بس يعني اوكي. حاجه محزنه قوي. ما زالت اثارها موجوده مع الاسف. طبعا ما كانش عندهم بادجت كفايه فقالوا ميزانيه خلاص. يعني ميزانيه انا اسفه. لا معلش معلش. في حاجات كده بتقع. كويس ان عرفت اترجمها. ما تطوليش بقى. لا ممكن ما اعرفش اترجم بعد كده. دي جت معايا كده يعني. اتفقوا مع بعض ان كل واحد هيشتغل شغله بعد الدراسه عشان يحوشوا عشان يقدروا يجوا مصر. وفعلا بيخلصوا الجامعه بتاعهم ويروحوا يشتغلوا لغايه ما جمعوا الايه
الميزانيه. كويس، البادجت. البادجت. طبعا ما كانش معاهم فلوس ان هم يجيبوا يروحوا بالطياره. فا ايوه البادجت كان قليل قوي. امال جم ازاي من اليابان؟ جم على مركب يابانيه بتشيل اللي هي الحاجات اللي بضاعه يعني. ايوه بضاعه. كانوا بيغسلوا وينظفوا المركب. بانش مش من تحت كده جت مصر يعني ولا ايه؟ حضرتك من 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 اليابان. وصلوا الكويت. الكويت؟ ايوه. من تحت كده دخلوا كده من ومن الكويت اخدوا اتوبيس لبيروت. ولما وصلوا بيروت اخدوا سفينه تانية جت اسكندريه. اسكندريه. خالد ادي الرحله دي كم وقت بقى؟ تقريبا 6 شهور. كويس. محمد ايه؟ ساكوجي. ساكوجي. طبعا لما جم عملوا بحث استطلاع من اسكندريه لابو سمبل، يعني لفوا مصر كلها. سنه 1966. بعد كده 66 يعني محمد سيكومي ساكوجي. ساكوجي كان عنده 17 سنة ونص. ونص ده بيت ياباني. كويس. طبعا كانوا لازم يدرسوا الآثار، فطبعا جامعة القاهرة، جامعة القاهرة سجلوا فيها وابتدوا يدرسوا. وبعدين على اواخر 1967 بابايا راح كذا مره. هي ما كانتش وزاره، كانت اسمها المجلس الاعلى. هيئه المجلس الاعلى. المجلس مظبوط. طبعا راح و كان عايز يوافقوا له على ان هو يعمل بحث في علم المصريات. وفي نفس الوقت هو بيقول لهم ان هو ده كان بيدرس في جامعه القاهره، فوافقوا له بس البحث العادي يعني اللي هو زي في الجامعه بنله. ولما بعد الدراسه والبحث قدم طلب للمجلس الاعلى ان هو يبتدي يعمل حفريات. مع الاسف يعني حضرتك في السنة دي ما كانش فيه أثريين من اليابان أو من آسيا، في أوروبيين، في أمريكان، لكن إيه اليابان دي؟ فيمكن كانت غريبة شوية. بس طبعا والدي بيحب قوي، ما بيحبش يقف يعني، ما عندوش اللي هو إيه ده أنا مش هقدر أعمله، لا خلاص هشوف حاجة تانية. لا بيفضل مصر على الحاجه يعني اللي عنده عزيمه. عنده عزيمه. عنده عزيمه. ايوه. وهو علمنا كده انا واخويا. في الاخر الحمد لله قابل المدير بتاع مجلس الاعلى ووافقوا له. وهنا ابتدت المشوار. وافقوا له هو وزمايله. اشتغل بقى هو. اشتغل. في هيئة الآثار، مجلس الأعلى للآثار. اشتغلوا كبعثة يابانية. فضلوا قد إيه بقى يشتغلوا؟ لغاية إمبارح بيشتغلوا. الحاج محمد هنا؟ لا، الحاج محمد مع الأسف محبوس في اليابان عشان كورونا. في طوكيو. في طوكيو. في طوكيو. الحاج أيوه. محمد في طوكيو. أيوه. إنما هو ما زال بيشتغل هنا. يعني الحاج محمد إن شاء الله بعد ما تهدى كورونا هيجي. إن شاء الله بإذن الله، هو كان المفروض يجي. وهنقدر نقابله. ان شاء الله. يا ريت حضرتك ده يبقى حاج محمد شاكومارا اسمه ايه؟ يوشي. اسمه ايه؟ ساكوجي يوشي مورا. ساكوجي يعرفني. ما هي قالت له فلان، هي ما تعرفش بقى، قالت تعمل بحث، فقال لها انا اعرفه محمد. ايوه حاج محمد يعرف حضرتك. كويس. انت بقى علاقتك ايه بقصه عم محمد؟ انت اتولدتي في مصر؟ لا انا اتولدت في اليابان. كويس. من واحنا صغيرين يعني احنا بنشوف بابا دايما بيشتغل ودايما يحكي لنا على مصر، ودايما يحكي لنا على التاريخ والاكتشافات. الحاج محمد بيشتغل في مصر وانتوا عايشين في اليابان.
كنا كلنا عايشين في اليابان وهو كان بيجي زيارة. اشتغل ورجع. وبعد كده احنا اتنقلنا جينا هنا. وانتي قد ايه بقى؟ تقريبا كان عندي 10-11 ونص. ونص بالياباني. جيتي قعدتي في مصر؟ درستي في مصر؟ درست سنة وبعد كده سافرت فرنسا. والدي كان عنده شغل في اللوفر، وبصراحة يعني يعني مش يعني انا بحب قوي، بحب ابويا يعني، انا بحب ابويا قوي، فانا متعلقه بيه قوي، فلا انا صممت ان انا اروح معاه. وهو قعد وخلص شغله، بس انا قعدت خلصت هناك، خلصت مدرستي هناك في باريس. وبعدين جيتي؟ وبعدين رجعت تاني، قعدت سنه سنتين سنه، وبعدين سافرت تاني. كويس. عشان اخلص الجامعه. خلصت جامعه جيتي تاني؟ جيتي تاني. اشتغلتي بقى في نفس الشغلانه؟ لا، الاول اشتغلت في التلفزيون الياباني. التلفزيون الياباني والدي بيشجع، بيعمل تنشيط للسياحه اليابانيه في مصر. حتى كمان لما اخذ اتكرم من الوزاره ومصر كبلد، اتكرم في سنة 2019 في نوفمبر. السنة اللي فاتت. كويس. حتى دكتور أناني، دكتور خالد أناني. طبعا. وهو بيكرمه، بيقول يعني إن هو مش بس أثري وبيحافظ على الآثار والتاريخ والحضارة المصرية، ولكن هي كمان بينشط السياحة. إزاي بقى؟ في سنة 1992 كان في تيرورست اتاك، هجوم ارهابي. هجوم ارهابي. وفي كنت اعرفها دي ابدا. وفي مع الاسف واحد ياباني اتوفى، فالحكومه اليابانيه حضرتك وما فيش تروحوا الشرق الاوسط بالذات مصر. فطبعا والدي سمع ما عجبوش، قال لهم اول حاجه دي حاجه غريبه عن مصر، تاني حاجه مصر امان اكتر من مصر من اليابان، وعمل احتجاج وعمل محاضره هناك. قال لهم انا هعمل لكم رحله بسعر بسيط اللي هي تشارتر، وهعمل ليكتشر لحاجه جديده، اكتشاف جديد بتاعنا بتاع البعثه اليابانيه في الاقصر. مين معايا؟ هو طبعا محبوب قوي. كان اول دي الحادثه دي كانت في الاقصر. ايوه. الحادثه الشهيره. ايوه مع الاسف. عشان كده عمل الرحله في الاقصر. ايوه. وصمم والناس يعني بيحبوه قوي، قالوا جاب الطياره وجه. جاب الناس بالطياره وراحوا على الاقصر، وعمل المحاضره بتاعه، الناس كانت مبسوطه جدا، وجم على القاهره وشافوا الاهرامات وشافوا سقاره، وكانت حاجه جميله قوي جدا. فهو يعني ياباني بيعشق مصر، بيحب مصر قوي. انت بقى اشتغلت شغله باباكي؟ ايوه. طب هل باباك اكتشف حاجه يعني، عمل في ابحاثه دي وقف عند حاجه محدده عشان يعني نقولها للناس؟ طبعا في اكتشافات كتيره قوي. انا جبت الكتالوج لو حضرتك عايز تشوفه. في الاقصر اول المجلس الاعلى وافق على ان هم يعملوا يبحثوا ويحفروا تنقيب. سنه 1974 اكتشفوا السلالم بتاعت المقصوره بتاعت امنحوتب 3. امنحوتب الثالث. اوكي تمام. وكان اول مره فريق اثري من اسيا يكتشف حاجه، ومن اول مره يعني، من اول شغل. فحضرتك ده كان حدث جامد جدا، مش في اليابان بس ومصر، كان في العالم كله. كويس. فضل باباكي بقى يعمل حاجات. ايوه. انت بقى بتعملي ايه؟ أنا درست ترميم، ودلوقتي بدرس. أنا كنت درست طبعا آثار،
وخلصت الماجستير في الآثار في الجامعة الأمريكية. احنا دلوقتي بنرمم مركب خوفو الثانية. انا ليه مسمى مراكب الشمس؟ مراكب الشمس. ليه دي؟ هي دي ده المركب الاولى. دي مركب زمان وانا صغير وانا في الجامعه يعني كنا نيجي المركب نفسها موجوده. دلوقتي هم عملوا ده متحف والمركب موجوده جوه. ايوه فهمت. انت بترمميها بقى؟ المركب الثانيه والدي اخذ المشروع وهو نقب عليها وطلعها. واحنا وانا طلعها منين بقى؟ من الحفره هنا. هنا حفره هناك. هنا في المكان. طلع المركب. لا بنطلعها واحده واحده لاني مفكوكه. ايوه مفكوكه. فبنطلع قطعه قطعه وبنرممها. انا مرمم ياباني وعندي زمايلي مرممين مصريين 10 معاكي. ايوه. يعني انت دلوقتي بتشتغلي في في وزاره الاثار؟ لا إيه؟ انا تبع البعثه اليابانيه. تبع البعثه اليابانيه. وبقالك قد ايه بقى بتشتغلي في القصه دي؟ انا بقالي 9 سنين. تسع سنين دول عايشاهم هنا طبعا؟ عايشاهم هنا. اتجوزتي هنا بقى ولا؟ لا انا ما اتجوزتش. ومع الاسف ما عنديش وقت لاني كان دايما شغل ودراسه شغل ودراسه. فما عنديش وقت مع الاسف. مامتك ما جاتش هنا؟ الحاجه ما جاتش هنا؟ لا مامتي مصريه. مامتك عايشة مصرية؟ معايا. ايوه انا عايشة معاها. لا يعني ايه مصرية؟ مش فاهم. الحاج محمد اتجوز مصرية؟ الحاج محمد سنة 1996 عجبته بنت الجيران. اسمها كوثر. مش معقول. ايوه. وطلب ايديها واهلها يعني كانوا معارضين واهله كانوا معارضين بس في الاخر طبعا الحب تغلب. يعني انت امك اسمها كوثر؟ نعم. وانا امي اسمها كوثر على فكره. اتجوز مصريه. ايوه. وعايشه في مصر؟ عايشه في مصر معايا. وانتوا عايشين مع بعض يعني؟ انت ليك اخوات؟ ليا اخ كبير اتجوز مصريه برضو. وعايش في مصر برضو. باباك اتجوز ست كوثر سنه 69 مش 96. انت شقلبتي الرقمين. 69. يمكن عشان عينيا صغيره ف ما يمكنش ياباني ما يسمح لك باي حاجه. اتجوزها سنه 69. ده ما كانش اتجوز تاني قبل غيرها؟ لا يعني هو اتجوز واحده بس. والدتي ما اتجوزش يابانيه؟ لا. بس خلي بالك الحاج محمد من وهو في اليابان هو مسلم ولا ايه؟ لا هم لما جم هنا كانوا بيدرسوا في الجامعه القاهره هو والاربعه اصحابه. اربعه اصحابه ودرسوا العربي في الازهر. اصحابه زمايله الاول اسلموا. وقالوا له احنا اسلمنا. قال لهم بجد ايه دين الاسلام؟ قالوا له تعالى معانا. فقرا على دين الاسلام اقتنع جدا. وتقريبا يعني مش تقريبا في حاجات كتيره قوي في تقاليدنا وعاداتنا اسلاميه قوي. فلا الحكايه قريبه. قريبه قوي وحس كده بارتياح فاسلم هو لوحد. كمان. ايوه. ولا كوثر بنت الجيران؟ لا ما كانش لسه. ما كانش لسه في كوثر. ايوه ما كانش لسه. وبعدين اتعرف بكوثر. بعدين اتعرف باخوها. بقى صاحبه. بعدين شافها وحبها وحبيته واتجوزه. بس هي كان يعني كان في معارضه من ناحيته ومن ناحيه اهلها بس في الاخر خالص هم اتجوزوا. تمام. وجابوا اخويا وانا الانتاج الثاني. كويس. وانت بقى بتحلمي ايه زي باباك؟ عايزه تستمري في شغلك ده؟ مبسوطه بيه؟ مبسوطه قوي. ألذ حاجه في الدنيا ان انت تعالج حاجة علشان تنقذ تاريخ. وتاريخ زي تاريخ مصر بالنسبة لي أنا طبعا والدي أكتر مني بس أنا بالنسبة لي حياتي. أنا خلاص يعني زي ما والدي حط حياته كلها في خدمة مصر وخدمة التاريخ فهو بقى هو يكتشف وانا صلح. اطلع الحاجة من وانت تظبطي وانا اظبط بتكملي المشوار.
يا ريت. احنا بنتكلم على اليابان، دي بلد جدا جدا جدا، وبعدين الكلام عن اليابان كتير جدا جدا، لكن الحاجة اللي أنا أقولها لحضراتكم ومنكم معظمكم عارفها، إن إمبراطور اليابان موجود الأسرة بتاعته من قبل الميلاد حتى الآن. نعم. يعني بلد عريقة، يعني ممكن تلاقي عندكم حاجات قديمة جدا في اليابان. آه بس طبعا يعني صغيرة بـ 1000 سنة. آه. 1200 سنة. مش حاجة، آه مش حاجة حلوة زي. يعني بتحس إن الحاجات اللي هنا حاجة ملهاش مثلا، يعني ما فيش حاجه زيها خالص في الدنيا كلها. انت روحت حتت كتير. لفيتي. كان ليا الحظ ان انا اسافر مع والدي كتير. شفتي اثار في كل حته. لكن حسيت ان الاثار اللي هنا دي حاجه مش موجوده. فوق الخيال. ومش عايزه تروحي اليابان ولا اي حاجه. بروح ازور سيارة. ازور اهلي. دي بلدك بقى خلاص حبيبتي. حضرتك حتى كمان بابا كان محفظني غنيتين على مصر. بشوف اللي بتقول كل حاجه، بابا وابويا. انا برضه ابويا من شويه. ايوه ابويا يعني. كويس. كان محفظني اثنين اغنيه مصريه. عدد اثنين اغنيه مصريه. ايوه. الاغنيه اغنيتين. 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 اوكي. حضرتك بتفكرني باخويا، اخويا اكبر مني. بيقعد يصلح لك. هو اتولد في مصر. اسمعي، ما انت عارفه لو قلتي في اي حته شعبيه ان عدد اثنين اغنيه يعمل فيك ايه؟ مالهم؟ قولي لي هم لي بقى. ايوه الاغنيه الاولى غنيها بقى. لا انا صوتي وحش قوي. طب مش مشكله. لا. مصر هي امي، نيلها هي دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني قمحي لون خيرك يا مصر. الاغنيه الثانيه بتاعت عبد الحليم. قولي بقى. يقول لك صوره 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 كلنا كده عايزين صوره، صوره 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 بينا كده عايزين صوره، صوره للشعب الفرحان تحت الرايه المنصوره. كملي ولا خايفه؟ يا جمال صورنا. يا جمال. يا جمال. جمال مش كمال. جمال. كمال ده جمال عبد الناصر. يس. كويس. جمال. ايوه جمال. صورنا صورنا يا جمال، هنقرب من بعض كمان، هنقرب من بعض كمان، واللي هيمشي من ميدان، اللي هيمشي من ميدان عمره ما هيبان في الصورة. بتسمعي اغاني مصرية؟ بتسمعي اصوات؟ انا بحب كل الاصوات القديمة. انا اتعلمت العربي من الافلام ابيض واسود والاغاني بتاعت قديمة. يعني تسمعي ابو وهاب مثلا؟ عبد الوهاب، فريد أطرش، فايسة أحمد، نجاة صغيرة، وردة جزائرية، أم كلثوم. أم كلثوم طبعاً. أوه ماي جاد. اسمعي لها أغاني طبعاً. الأطلال طبعاً. في الأول خالص مامتي كانت بتفهمني هما بيقولوا إيه، بس خلاص بعد ما فهمت بتبسط قوي. يعني أنا بسمع. تعجبك المزيكا الشرقية؟ قوي 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 قوي. الموسيقى والكلام. يعني دلوقتي انا بفهم عربي. لما زمان كنت بس عشان اتعلم اللغه، لكن دلوقتي لا. يعني ورده لما بتقول، لما بسمع اغنيه ورده حاجه جميله قوي بحبها. يعني اللغه العربيه دي جميله قوي قوي. والله انتوا اللي شعب جميل. انا قلت لكم كنت بتفرج على فيلم قريب عن اليابان. واحد راح هيروشيما عنده شغل، فراح مضروبه قنبله على دماغه هناك، لكن قدر يخرج من هيروشيما ويعدي من القنبله مدغدغ يعني. فجري راح على قريته، قريته ايه؟ ناجازاكي. فالعالم وصل خد القنبله الثانيه، تصوروا انه في القنبلتين قدر يعيش وعايش لغايه دلوقتي متصور، وعنده اظن 90 سنه حاجه زي كده. يعني شعب اصيل. انا بشكرك ونورتينا. انا بشكر حضرتك. نورتينا. ميرسي قوي. تسلم. الف شكر. وان شاء الله لما يوصل الحاج محمد لازم نعمل معاه لقاء. يا ريت حضرتك، ده يبقى لينا الشرف ان شاء الله. انت بتيجي هنا كل يوم؟ انا باجي كل يوم. قبل الكورونا كنا بنيجي من 8 ل 3 ونص، دلوقتي بنيجي من 8 لواحده لواحده. اشتغل شغل. بنشتغل. بترممي بايدك انت؟ برمم بايدي. ووالدي حضرتك على فكره كان بيشتغل بايده. يعني ايه يحفر بايده؟ والفرش بتاعته. ترقيم لحاجه دقيق جدا. والفرش بتاعه والمعدات بتاعته، وانا كنت بقعد جنبه وماسكه له الفرشه بتاعه كده. يعني
فلا الشغل بالايد في المجال ده مهم قوي. مهم حضرتك لما تكون رئيس بعثة مش بس باللقب. بس دي شغلانة لابد ان يسبقها كلمة شغلانة عاطفية، يعني عايزة عواطف عشان تعرف تشتغليها بمزاج. تفتكر حضرتك؟ اه يعني دي عشان هي دقيقة وعايزة صبر. يعني انت لما تقعدي تاخدي حتة خشبة تعمليها مع حتة خشبة بتاخدي وقت قد ايه؟ كتير قوي حضرتك. انا يعني يعني مش عارفه من كتر ما انا بحب شغل ابويا مش عارفه، بس لما باجي اخد حته خشبه لا بحس ان هي خلاص يعني ادوني حاجه، يعني انا ما عنديش ولاد بس اكنها بنتي، ف يعني انضفها واقعد اشوف هي عايزه تتعالج ازاي ونتناقش ويا سلام بقى لو فيها كتابات. بتتكلم كلام تاني، بتحكي حكاوي جميلة جدا، ببقاش عايزة امشي، عايزة اقعد جنبها. انتي بتعرفي هيروغليفي؟ درستيه؟ بتعرفي تقريه؟ مش قوي، مش بس تعرفي تجيبي حاجة. بعرف اجيب بس مش زي يعني تمسكي الخشبة تلاقي مكتوب عليه حاجة تقريها بقى حضرتك، يعني اكني نطيت رحت السما ورجعت تاني الارض، حاجة جميلة جدا. ومن كتر ما انا ببقى يعني منبهرة، يعني انا بمسك اثر بقاله 4500 سنة وبعدين لازم يتعالج زي الدكتور بيعالج المريض علشان المريض ده يبقى كويس ويتحط جنب اهله وعشان الناس تشوفه. ما هو لو المريض الدكتور معالجوش مش هيشوف الناس، لكن لو المريض اتعالج صح هيشوف الناس. سلمي لي على الحاج محمد والحاج كوثر. بتاكل لك محشي حبيبه قلبي؟ ملوخيه ومحشي وباميه ومسقعه. اشكرك جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. Thank you.